الغل صفة ربنا جعلها دعاء، صفة ربنا جعلها دعاء، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، جعلها دعاء. أبشع حاجة في الدنيا هذا الغل. ليه؟ هو مش هيعود على اللي انت مغلول منه، ده هيعود عليك انت، هيعود عليك بإيه؟ بضغط وسكر واكتئاب ومصايب. ليه؟ عشان انت غير مقتنع بالرزق اللي عندك، انت غير مقتنع، عشان كده باصص لغيرك. الغل صفة سيئة جدا جدا جدا، تصيب القلب، والقلب لو أصيب كل سنة وأنت طيب خلاص. عمرك شفت واحد اللي شاف يبعت لي يقول لي أنا شفت؟ عمرك شفت واحد بيقول أنا بكره الراجل ده عشان بغير منه؟ عمرك شفتها؟ هو يقول بكرهه لأي سبب، أصل عينيه خضرة وأنا ما بحبش العين الخضرة دي فبكرهه، مش كده؟ عشان كده دايما نقول لكل شيء سببين، لكل شيء سببين، سبب حقيقي وسبب مقنع.